ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ وهل ورد حديث في ذلك أم هو قول للإمام مالك؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اليد اليسرى، قبض الكف اليسرى بكف اليد اليمنى ووضعهما على الصدر، هذا هو السنة. أما الإرسال فهو خلاف السنة، الإرسال خلاف السنة، لكن إذا صلى وهو مرسل يديه صلاته صحيحة لأنه تارك لسنة ولم يترك واجبا من واجبات الصلاة، صلاته صحيحة لكن يفوت عليها أجر العمل بالسنة. والإمام مالك لم يبلغه الحديث في قبض اليد اليسرى على الصدر، إما أنه لم يبلغه الحديث وإما أنه أسبل يديه لمانع، قال بعض العلماء إنه احتاج إلى إسبال يديه أو إرسال يديه فأرسلهما لحاجة ومانع يمنعه من القبض، الله أعلم. على كل حال العمل بالسنة، إذا تبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد.